يا هلا والله، جيت اركب لمبات 220 فولت هنا وحصلت الكهرباء في السقف 110 فولت. كيف نحول كهرباء السقف من 110 ل 220؟ بابسط طريقة، لو ما معك معدات فقط زرادية، نفك اختبار شطر طول. في السعودية عندنا نظامين كهرباء 110 220 او 220 380. لو مو متأكد من كهرباء البيت هل هي 110 او 220، روح عند اي فيش انت متأكد انه 220، وغالبا الافياش اللي عند مفاتيح مكيفات تكون 220. فبنفك الاختبار، لو أعطاك لمبة في الجهتين معناته الكهرباء هنا 110، لأنه 110 و110 يعطونا 220، فالكهرباء في هذا البيت 110. لو أعطاك من جهة واحدة لمبة والجهة الثانية ما في لمبة، معناته الكهرباء هنا أو نظام الكهرباء في البيت 220. طيب، عرفنا كهرباء البيت 110، نيجي نشوف السلكين اللي جاية في السقف اللي نبغى نغيرهم من 110 ل 220. انت ما انت داري، فتروح برضه مفك الاختبار وتشوف هل الاثنين يعطون كهرباء، معناته 220، واحد منهم يعطي كهرباء معناته الكهرباء 110. عشان نحول كهرباء ل 220 نشوف السلك اللي ما فيه كهرباء ونحاول نصيده فين؟ في علبة التوزيع عشان نحوله او نعطيه كهرباء. بعد ما فكيت علبة التوزيع والافياش اكتشفت خطأين ارتكبهم فن الكهرباء اللي سوى هذا البيت. الغرفة دي نازل لها خط واحد كهرباء، مو خطين، مفترض ينزل خطين، واسلاك المكيف اللي راح على المفتاح واللي راجع على المكيف كلهم بنفس اللون. فهناخذ السلك الاسود اللي ما فيه كهرباء اللي رايح على اللمبة ونشبكه في سلك فيه كهرباء، فبما انه هنا ما في الا خط واحد نازل على الكهرباء ما نقدر نشبكه فيه لانه ما حيعطينا كهرباء، حيكون الجهد صفر. لازم نشوف سلك كهرباء ثاني مختلف عن اللي رايح اللمبة، فبنضطر ناخذ من اسلاك المكيف. كيف نعرف السلك؟ هذا هو، انا اسحب السلك، شوف كيف يتحرك معايا نفس السلك، نفكه ونركبه في سلك من اسلاك المكيف. طيب، سويت التوصيلات هنا والحمد لله شغالة على 220. هذا خط المخفي وسبوت لايت خط، هذه كانت على 110، الان ركبت واحدة 220 شغالة زي الحلاوة. هذه السلكين اللي راح على اللمبات وصلنا لهم كهرباء، اول ما كان فيه كهرباء كان بس 110 وواحد بدون كهرباء، الان 110 والثاني 110 طالع لهم، صار 220. فبدال ما اخذهم من اسلاك المكيف كان في هذا السلك زي ما انتم شايفين كان نازل على فياش لما كان شغال 110، الان الفياش كلها 220 وماخذه دايركت من المكيف، فما كان موصل، ركبته في واحد من الافياش، رجعت ال 110 الى السلكين اللي واصله على اللمبات، فصار عندنا في اللمبات 220. تمام، لو انت في غرفتك واصل سلكين او خطين كهرباء فتقدر تاخذ من الخط الثاني، ما يحتاج تنزل تحت، او اذا حصلت نفس وظيفة ممكن تشبكه. هذا اللي يبغى يشبك اللمبات او يوصل او يحول لمبات 110 220 للمبات محددة في غرفة محددة. اما لو حبيت تغير البيت كامل، في مقطع لي في اليوتيوب يشرح الكلام ده. فمان الله.